الكرام، اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من خريف حوف 2. حلقه اليوم بعنوان حموه حرق. ايش حموه حرق؟ حموه حرق كنز من كنوز محميه حوف، وهو او وهي المياه الكبريتيه. ايش المياه الكبريتيه؟ تعال اعرفك عليها وتخارج. قل لي ياخذها من اول. بسم الله. المياه الكبريتية هي مياه ساخنة تستخدم للعلاج وفيها العديد من الفوائد، بنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة اليوم. طيب جنب البحر، سبحان الله، ربك الخالق نذرك كنز من كنوز محمية حوف. سبحان الله، يعني ما شاء الله بعض الشباب الموجودين جالسين يستمتعوا بالمياه الساخنة شكلها. على جمال المكان كيف؟ بس تحت البحر العين تحت. تعال تعال تعرف عليها عن قرب. يلا بسم الله نزلنا. بس انتبه. وانا من اللي اجي. تعال تعال من. تعال. بس انتبه انتبه حبة حبة. حط الرجل اليمنى أول. هذه اليسرى. حبة 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 حبة. بسم الله. حبة حبة لا تودف. يا حبيبي أنا سابقت في تسلق الجبال. هيا تمام صدقتك في مسابقة التسلق في الهملايا. أيوة هات يدك هات يدك. لحظة لحظة. ايه قال لي تسلق الجبال. يا بسم الله الحمد لله وصل. يا سلام، شوف على حظك يا خالد. ها بعض الأوقات تجي لهنا والموج مغطى المكان الساخن، بس شوف وصلنا إلى المياه الكبريتية. هذه المياه الكبريتية يعني عند الجبل، هذا بتخرج من أيوة الجبل. شوف شوف كيف الماء يجري. اي بس يعني عند البحر. عند البحر ويخرج من الجبل. جرب جرب. لا 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 جرب انت. جرب. قد خليتوني اجرب في البير هذاك. دخلت البير اللي شربتوني ماء انت وعماد. عماد عماد اللي شربك. اي خلاص. لكن انا اقول لك البير ذيك غير مالحة، لكن هذا ماء مياه كبريتية صافية نقية تفيد الجسم عادة. جرب يا جرب انت. طيب تمام انا بجرب بعد. يلا هاي جرب جرب انت. طيب جرب انت خارج الروح يا اخي. اها لان انا عاد بزور اي وقت. رايح انت يلا. ها مالك. لحظه شي كرسي. لحظه كرسي يا شباب. ها لا تسبح جرب بس حالي. لا عاد اسبح تدخل رجلي. مشاهدينا متابعينا الان الاستاذ خالد بيجرب يعطيكم التجربه. انا قلت هذا فقط الجميلة اللي حموه حرق او المياه الكبريتيه. ايش رايك؟ اوه حار. يا سلام. طيب عاد هذا. طيب شوفها. طيب ليش ما فعلتوا لها يفعلوا لها احواض يفعلوا زي الحمامات الناس الزوار؟ للاسف واضح ان الاهمال موجود. إحمل. ولا بالله عليك مياه طبيعية يعني ربك رزقهم بكنوز عديدة في حوف، هذه من ضمنها كنز من كنوز حوف. الله ما شاء الله تبارك الله. بس كي ضروري غسل وجهي. هو علاج إذا تشتي تستفيد غسل. ها هو علاج أصلا مالك. مالك وراك. مالك يا شباب. ايه لحظة لحظة وقف. مالك خالد خالد. هات 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 هات. جالسين يصوروا. وقف التصوير. ايه لحظة تعال. عماد شكله مريض او شيء. لحظة طيب قربوا. ها مالك ايش اللي حصل؟ معك الكاميرا الخفية. يا
وقت استبال الحين يا خالد، وقت استبال. مشاهدين قلنا نبدا الحلقه بمقلب. هي هي تمام مقلب واضح واضح، لكن تابعونا وجالسين تصور انتم. ما خلي المقلب حق تنفع. اعزائي المشاهدين باقي البرنامج بكون لنفسي. خالد ماشي الله معك، تابعونا. الحق ولا حق ولا يزعل. عجبك ذا الحين يا مريح؟ بسألك بالله نبدأ الحلقة بهذا؟ ها رشوش ثاني بالماء، خفت على المقرب. كيف المقلب أمانة؟ بالأمانة لكن أسألك بالله كيف المقلب؟ شربتي شربتي؟ خلينا نكمل تصوير بعدين. يلا ذا الحين قول لي المياه بتنبع من تحت. المياه لا قوم قوم راح نقوم. في المواسم غير بعد موسم الخريف، لان الماء يكون في مساحه اكبر، تقدر تحفر لك حفره مثلا في الرمل حق البحر وتجلس فيها والماء الحارج يحط عندك. يا سلام ايش اجربها والله. طيب ايش سؤالنا اليوم؟ السؤال ايش بيقول؟ ايش بيقول؟ قد نسيت انا. منطقة. ايوه. تمام، فيها مياه كبريتية. ايوه. صح. بس ايش اسم المنطقة هذه؟ بالمهري. ايش اسم المياه؟ المنطقة بالمهري، المنطقة اللي فيها المياه. ها. ايش رايك؟ المنطقة ولا الايه؟ خلينا نصعبها عليه. بسم الله. هي. يلا. طيب من؟ شوف شوف شوف. شوف ذاك وين؟ شوف ذاك وين؟ يلا بسم الله. شوف شوف شكله مستمتع بالجو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف الأحوال؟ طيب. بعد النظارة. نعم والله، لا بس هذه طبية للأسف. كيف حالك؟ والله طيب الحمد لله. كيف أمورك؟ زين إن شاء الله. الاسم؟ عبد القادر بس عادة، محافظة حضرموت. وين حضرموت؟ الله يعافيك. حياك الله. الله يحفظك. معنا سؤال على الماشي. تفضل. تمام. والسؤال بيطرحه مراد. تفضل يا مراد. اطرحه انت. لا اطرحه انت. انت. طيب خلاص انت معك الجائزة وانا بطرح السؤال. احنا بدأنا لك الاكشن من الان. أيوه. يلا. شوف في منطقة تمام. ايه. تعرف المياه الكبريتية انت صح؟ ايه الساخنة هذه. ايوه موجودة حتى في حضرموت. في المهرة ايضا موجودة منطقة، وبالتحديد في حوف في منطقة معروفة. فين في حضرموت المياه الكبريتية؟ في الشحر الحامي. في الحامي صح. اعطيني الجائزة. لا لا هذا سؤال بس من باب المعلومات. طيب في حوف هنا في منطقة لها مسمى بالمهري. انا عندي اجابة والاخ خالد عنده اجابة. اختر الاجابة. انت اسمع الاجابتين واختار اللي عجبك. اذا اجابة صحيحة انا بشيل الفلوس، طبعا الاجابة عندي، وبعطيك ال 20,000 ريال يا من الان. امور طيب عادي. تمام. طيب ايش هل هي منطقة موكيب؟ طبعا منطقة معروفة في حوف، وأنا من أبناء المهرة. أنا جي هنا كم مرة قد سمعت بس ما أدري وين. أيوه موكيب صح؟ قالوا إنها لحظة عاد هذه إجابتي. لا تستعجلش. ها؟ إيش إجابتك؟ أنا قلت منطقة موكيب. وأنا أقول لك منطقة حمو حرق. ممكن أن تكون حمو حرق لأن تقارب الكل. كيف تقارب؟ لأن الحمو يعني اسم ماء. أيوه. وحرق انه حامي او شيء كذا. طيب لا افهم قليل بس. تورطنا الرجال ترى يفهم مهري يا خالد. شوف نغير سؤال عادي. ولا تغير السؤال. مبروك عليك 20,000 ريال يا حبيبي. الف الف مبروك. نعم حرق فعلا. الاجابه صحيحه. الاجابه صحيحه. اما انتم مشاهدينا والمشاهدين تابعونا. مشاهدينا الكرام، كما لاحظتم حلقة اليوم كانت بعنوان المياه الكبريتية، والحديث أكثر حول هذا الموضوع
معنا الأستاذ سعيد أحمد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في مديرية حوف. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا. حقيقة سعداء ونتشرف أن تتواجد معنا اليوم، وعندنا الكثير من الفضول للتعرف حول المياه الكبريتية. في البداية، ما هي المياه الكبريتية؟ المياه الكبريتية هي المياه التي تختلط أكثر بغاز الأكسجين وينفذ منها رائحة نفاذة. هذا الغاز طبعاً يتسرب وتتسرب من الجبال إلى المياه البحر، وتوجد عندنا في مكانين. الموقع الأول هو يقع بين مرارة ومنطقة رهن، يسمى محرك بالمهدي. هذا اللي محرك لوحة خاصة. نعم اللي لوحة خاصة، ويقع بين رهن وبين مرارة. نعم، هو على إصبة البحر طبعا، وهذا نحن نسميه محرك، أي الماء الحار بالعربي. يستخدموه زمان في عملية العلاجات للأمراض الجلدية وغيرها. نعم. هذه المكان الأول اللي تكرر المحرك. نعم. المكان الثاني وين بالضبط؟ المكان الثاني يبعد عن ضربة علي بحوالي 5 كيلو. يستخدموه زمان الناس ليس للعلاج، بس الناس يشوفوا هذا ما يقول هذا ما حار أكثر شيء. في الوقت الحالي هل يتم الاستفادة من هذه الأماكن أم لا؟ واحد أيوة، واحد زمان كانوا يستفيدوا منه، خاصة اللي في مرارة ناس يستفيدوا منه لأنه سهل الوصول إليه. أما الماء الثاني فهو بعيد في منطقة وعرة، فلذلك الاستخدام حقه ضعيف جدا. أما اللي في مرارة يستخدم زمان كثير من الناس، حاليا بعد مجيء الطب توقف. خلاص الناس لجوا إلى الطب. أيوة. الحديث توقف ولجوا ناس إلى الطب العام. أما بالنسبة زمان كانوا يستخدموا كثير من الناس لكثير العلاجات هذه الجلدية، الحساسية، الجذم، الجروح وغيرها من هذه الأمراض. المياه الحارة أو الكبريتية معروف أنها يعني تستخدم في العلاجات، وأيضا في أكثر من محافظة يتم الاستفادة منها، لكن لاحظ أنها موجودة في حوف، يعني ما يتم الاستفادة منها بذلك الشكل، وليست مشهورة كما هي مشهورة في باقي المناطق. برأيك ما هو السبب؟ السبب من أبناء المنطقة يعود لذلك، فنحن ما عندنا ترويج سياحي أو إعلامي، لهذا كثير من الأشياء السياحية والموروثة انتهت عندنا، وهو قل الكادر. هذا السبب الرئيسي اللي خلى هذه الأشياء كلها دائما في مهب الريح وقائبة عن الأذهان. لو تساءل أشخاص مثلا في أي وقت نقدر نزور هذه المياه الاستفادة منها وللعلاج وغيرها، نحن نقول أول للزائر نفسه الذي يمكن أن يرتاد هذا الموقع من 18/6 إلى 18/9 لا يقرب خط أحمر، لأنه كون الماء إنه يصب أولا في البحر والموقع جبلي والماء يلطم دائما إلى الجبال، وهذا خطير جدا بالنسبة للسواح. أما من 18/10 إلى 18/5 فهذا مفتوح بأي وقت، ممكن تشوفه وتشاهده بنفسك، وممكن أن تحفر للماء وتلحقه بكمية كبيرة جدا. بعض المناطق اللي فيها المياه الكبريتية هذه يكون يعني مكان المياه فيه مثل البركة أو شيء حتى يسبح فيه الناس، بعكس ما لاحظناه عندكم، يعني نقدر نقول أنه على البحر. لا، نحن البحر مسيطر أصلاً، البحر مسيطر 100%، لأن هذه المياه أساساً في المناطق الثانية فيها في جبال، ولما تسكن في جبال تقدر أن تجمعها في أحواض وتستفيد منها، لكن نحن عندنا في البحر. البحر يلطم حالياً، أقول لك لو تجي هناك لا يمكن أن تشوفه، مستحيل، لأن البحر يضرب على الجبل. ولو تعملوا زيارة بعد المقابلة هذه تعملوا زيارة بتشوفوا الفرق، لماذا ناس ما يستفيدونه ويعملوا له أحواض. لكن ممكن حاليا بعد دخول المعدات الحديثه يمكن الناس ان تستفيد منه، ممكن الناس يعملوا ردميه على البحر بحيث ان يزيحوا البحر منه ويعملوا احواض وناس تستفيد منه في الوقت الحاضر. جميل جدا، باذن الله يتم الاستفاده من هذا الموقع، لانه يعتبر ايضا مكان سياحي علاجي، ممكن ان يرتادوا الكثير من الناس الذين هم بحاجه الى مثل هذه المواقع، والذين يسافرون الى مناطق ثانيه حتى نحن يستفيدوا. نحن حتى عندنا حديثك، يعني عندنا نحن ناس يسافروا لمحافظه حضرموت لابناء حوف نفسه لاغتسال بالمياه الكبريتيه، ونحن عندنا ماء كبريتي. ليش؟ الناس عملوا ترويج سياحي 100% لمنطقتهم واستفادوا فائده علاجيه وفائده سياحيه وفائده من كابتن نوح. اما نحن لا، فنهمل كل شيء، دائما عندنا الاهمال. وعلى طاري السياحه، حتى لو بخرج شويه عن الموضوع، للاسف السياحه في بلادنا نحن هي ضياع
للمحمية، ضياع للسكان، تلوث بيئي غير عادي، وهذا إهمال من السلطات المحلية سواء كان بالمنطقة بالمديرية أو بالمحافظة. ليش؟ لأن ما حد عمل عمله. بالتأكيد لازم ما حد عمل عمله. توعي أكثر. ما حد عمل عمله. فالتوعية واجبة. والشعب أنت تعرف أي شعب ما يمشي إلا بالعصا. صدق يعني حتى لو نحن ما يفترض نجيب هذا الكلام، الشعب إذا ما في ردع ما في. أستاذ سعيد حقيقة الوقت والحديث معك كان جميل جدا، وأيضا عرفتنا على المياه الكبريتية، وأيضا نعتبر أن هذه المعلومات التي ذكرها الأستاذ سعيد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية حوف هي رسالة إلى الجهات المعنية حتى تهتموا بمثل هذه المواقع السياحية، وأيضا فيها الفائدة والعلاج بدل ما يسافروا أبناء المنطقة إلى مناطق أخرى يستفيدوا مما هو موجود عندهم ويستفيدوا أيضا مما رزقهم الله. شكرا لك أستاذ سعيد على هذا الوقت الطيب. شكرا جزيلا، ونشكر القناة على الاستضافة، ونقول لهم المزيد من الترويج الإعلامي لكثير من الأشياء الخاطئة والسلوكات الخاطئة الموجودة في البيئة بإذن الله تعالى، وبإذن الله يكون لنا زيارات بعد خريف حوف لنتعرف أكثر وأكثر على المياه الكبريتية في مديرية حوف. يا مطر وامطر والشاعر والبر، يا مطر وامطر والشاعر والبر، والذرة تسبر والمعيل الله، والذرة تسبر والمعيل الله. أخي مراد، أنت كما تعرفني قد زرت محافظة الجمهورية كل نعم ما شاء الله، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، وخلال زيارتي تعرفت على المياه الكبريتية مثلا في دمت مياه كبريتية، السخنة في الحديدة مياه كبريتية، حمام جارف مياه كبريتية، الحامي في حضرموت مياه كبريتية، لكن مياه كبريتية في حوف هذا اللي أنا مستغربه. نعم موجودة في حوف وفي كثير من المناطق، وأيضا حموه حرق تعني حموه اللي هي مياه حرق حارة أو ساخنة، لذلك الناس اللي هم ما مش فاهمين المهرية ما يركزوا عليها كثير. إذا زدوا فعلوا لوحة جنبها قولوا مياه كبريتية. أيوة. خلاص توصل لهم الرسالة إن شاء الله ينفذوها السلطة المحلية ما شاء الله تبارك الله عليهم. طيب. طيب إيش رأيك اليوم في زيارتنا للشباب نعرج للموضوع هذا؟ والله جميل جميل عشان الناس يعرفوا. طيب خلينا ننطلق يلا بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريحهم. ممكن نستأذنكم نجلس معاكم؟ الله يحفظكم. بسم الله. بسم الله. تفضل. تفضل. بسم الله. الله الله على ولدي. يا الله يا الله. كيف الشباب؟ كيفكم يا شباب؟ كيف أموركم؟ كيف الأجواء معاكم؟ والله تمام. نتعرف نتعرف على الشباب. من عندك من اليمين يلا. أنا عبد العزيز من أب. حياك الله من أب الخضيرة. يا سلام. أو وعد أب. أب جنة الله. على جبل ربي. ها بعده اللي بعده. الأخ فكري الحيدري من محافظة لحج. لحج. حياك الله. الأخ فيصل علي عيسى من الحديدة. حديدة. ما شاء الله. أوه حديدة. ميثاق أحمد المصنف من ذمار. ذمار. ما شاء الله تبارك الله. نعطي الأخوة الثانيين. عاطف الحيدري من لحج. من لحج. ما شاء الله حياكم الله. منيف العقربي من لحج. من لحج. نزار عبد الله صالح من لحج. من لحج. معاذ أحمد عبد الجبري. جبري. ما شاء الله. ما شاء الله يعني التقوا الجماعة. يا الله الجبري يا مرحبا. حياك الله. يعني خلاص لأنه جبري. جبري. لأنه جبري سلمت عليه والبقية خليتها ما؟ لا البقية فوق راسي مالك؟ سلام عليكم. أيوه أيوه. حياكم الله. لا لأنه جبري بوسته والبقية خليتها ما؟ هذا بوسك أنت. لا خلاص 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 تمام. الله يجلس. ايوه طيب يا شباب خلي عندك جيتوا مع بعض ولا التقيتوا هنا في حوف؟ والله جينا مع بعض مع بعض. المايك لحظه لحظه تفضل. قال لك كلنا عمال مصنع ونشتغل في اطار مكان واحد يعني واللي راعي الرحله هو راعي المصنع اللي ما شاء الله تبارك الله. طيب وجمهوريه واحده. اي والله
من حضرموت متحدين كلهم كذا من هنا شيء واحد جمال ما شاء الله تبارك الله. حتى خريف حوف جمع اليمن في مكان واحد. اي والله والله العظيم هذا من خلال زيارتنا واحنا بنزور هذا المناطق. من فضل الله علينا يا رب يا رب. طيب مع الاجواء هذه المواهب والاشياء الداخليه تطلع تعبر وتنبثق. انا بنشوف هذا الشاعر يشعر اي والمغني يغني ما ادري اين نسق في اي جهاز مخزن بس شعر الشعر الشعر عنده عنده شعر الشعر عنده. طيب حيو ما دام عنده شعر يا سلام. يلا يلا صاحب لحد سمعنا. قلت هذا الجاهل في ربيعك لا تعلم منو منو انت يلا حي. طيب الله طلع قصيده حلوه. هذا الجاهل في ربيعك لا تعلم الكذب والنكران. انا ايوه ايوه سائر الناس ودرسها قبل ما يفوت الأوان. الناس هذه مصالح وأنا أعرفهم من زمان. الناس هذه كالبيمة فيها المستفيد والخسران. اليوم قال في ربيعك وبكرم شاب مع الشبان وحط يدك بيدي بنشيع البنيان. أنا بضحي من أجله يكون بعدين للآن. حط يدك بيدي يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام. باقي شعر ولا باقي شيء عندكم شيء؟ ها أكيد أكيد موجود صاحب دماء. والله معي نكتة واحدة بس. نكتة نكتة يلا ها يا سلام. ها ما هي النكتة يا صاحبي؟ والله مع نكتة واحدة. واحد دماري شرب حلبة تحس قلبه. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أصل الحربة رطب ما شاء الله ومفيدة للجسم. نعم هي سن شرب حلبة اليوم إن شاء الله. عايزين تطحس النكتة. طحستها الله لا طحس بليسك. أصحاب لحد غرد حمام الحسيني الله لا 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 لازم طرب طرب يلا طرب لحجي اكيد يلا نذكر ايام المرحوم فيصل علوي منو يلا يا سلام عليك. ها من حيغني التلفون حيغني يلا غنوا التلفون يلا بس وانتم ترقصوا ارقص معاكم يا اذا الدنيا حاميه قد التحدي ايوه شوف هذا يا سلام غنية حلوه يلا بسم الله بس على بكر شويه بس على التعاون شوف ايوه طب قول لهم يا شباب ايوه ايوه يا طيب الشباب اللي على يميني شي سمعتوا على حاجه اسمها مياه كبريتيه؟ انا سمعت. انت ايش اللي سمعت؟ من عندنا في السخنه. انت من السخنه؟ ايوه من الحديده ما شاء الله من الحديده عندنا طريق المنصوريه. ايوه يا سلام عندنا في السخنه. سمعت ولا شاهدت ولا جربت؟ عندنا قد جربنا فيها. لو تكلمنا على المياه الكبريتيه ايش هي ذي كيف تكون؟ مياه كبريتيه يعني تقول يقولوا تنفع للجسم ساخن يعني مليح للتسبح للأمراض الجلدية وكذا. أيوة. من رمتزم للمفاصل أشياء وعجائب. يعني. أيوة. كبريتية. وعارف أول أنت ونحن جايين ذكرت لي تقريباً 4 يعني من الحمامات المياه الكبريتية. لو تدري كمعلومة للشباب أيضاً في اليمن في الجمهورية شمالها وجنوبها يوجد ما يقارب 79 موقع حق مياه كبريتية ومياه ساخنة. عارفين؟ وهذا يعتبر من يعني السياحة العلاجية لو استغلوها استغلال سليم. موجود في الحديدة موجود في المهرة موجود في حضرموت موجود
في عدة أماكن، لكن لو تستغل بس استغلال سليم نعم. تكون فيها الفائدة للناس وأيضا مدخول للبلد. وأنتوا شيء جربتوا المياه الكبريتية؟ ها؟ ما قد جربتوش ولا أنا. طيب في مياه كبريتية الآن في حوف، اسم اللوحة قلت لي؟ حمو حرق. حمو حرق قريناها في الغد. ها؟ أيوه سمعنا سمعنا قريناها ونحن ماشيين لهنا وفهمت اني حما مياه. لا ما فهمناها بس ما فهمتوا. شفت يا مراد؟ لحظة أنا والله افعلوا لوحة اسمها مياه كبريتية. أنا ليش؟ يا صدق أوضح لهم أنها افتهم لي أنها منطقة ها يعني سكان يعني منطقة. ليش ما افتهم لكم عارفين؟ لأنها مكتوبة باللغة المهرية معناها ايش؟ حمو اللي هو ماء وحرق معناها حار. إذا حمو حرق هي مياه حارة أو مياه كبريتية. يا سلام. نقول التحدي. التحدي الآن. وقته. جاهزين للتحدي؟ أنا هنا جاهزين للتحدي وقده. وقده وقدود. نعم. قد التحدي. قده. جاهزين. جده وأبوه. وأبوه. إلى التحدي. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى الفقرة التي دائما مراد فيها مضروب. مضروب مسحوب. قصدك فايز. أنا فايز. أنا الفايز. فريقي طبعا باختصار شديد 4 من محافظة لحج. تحية تحية شباب. تفضل. وفريقي معي 4 كوكتيل، 2 من اب، 1 من دمار، 1 من الحديدة. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. اعطينا صوت. جاهزين. صاحب الحديدة كان بيشغل ماطور بدون ما يفعل. هيا شفت كيف شغال؟ شغال شغال الماطور حقنا شغال ما شاء الله. خلاص جاهزين. لحظة كيف يا ابني؟ لحظة والله اجي لعندك لو سمحت. هذا ماطور مشروق 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 والله ما عندك حق اللاعب حقنا. يلا خلاص يلا. إذن تابعوا تحدي اليوم القفز بالشوالات، ولكن في هذا الجو الماطر، وطبعا لان فريقي شوفها ما شاء الله تبارك الله مستعدين وجاهزين وخبره بفوز اليوم. اهدر لك اهدر. نبدا بسم الله. طبعا الاسرع بيفوز بالجوله. بالثواني هتحسب، بالدقائق، بالوقت. يلا يعني على 1-1 بسرعه. هارد لك. يلا الان بنتحدى واحد من فريقي وهو الشاعر الجميل، الان بيحسم المعركه في اقل وقت. جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله نعد لك. 1-2-3 خالد. حسمت الجولة يعني 2-1 باقي معك 1، يا اما تعادل وانا اتوقع انك بتخسر اليوم. بتخسر صدقني. ما يبدا لا صاحبك انت الاول الان. وصاحب الماطور اصبر صاحب الماطور اشغلها الان. يلا ولا اشتغل عشان تنطلق. هيا لو سمح يا اخي اشتغل عشان تشتغل. يلا سلام حيا. يلا والله والله ترى اشتغل.
طور بالشرق من اول. لا لا يلا قوم يلا ارجع 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 يلا ها يلا صاحبك واحد اثنين ثلاثة اربعة. لا 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 حب 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 الوقت الوقت لا الوقت سرع يا ابني سرع سرع سرع. يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك. يلا 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 تعادل يا مراد والتعادل عادل. الآن الجولة الحاسمة سباق جماعي وأول واحد يوصل هو الفائز. هو الفائز وأنا متأكد. سمعتوا يا شباب وين صاحب التحديدة؟ استأمن عليك جاهزين؟ خلاص اعتمد نعد ثلاثة وين جو يا أخي لحظة عد مهري خلاص طاط طاط طوط. لا 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 يا أخي ما عليك ايش طاط الطوط هذه؟ طاط ثروه يلا بدي انت طاط الاول بدي ثروه وانا سافيت ثلاثه بعدين يلا يلا جاهز يلا جاهز طاط ثروه سافيت تعادل عادل حرام. لا عدلك ذا الحين بمسكع لا ما طيرك غانك الكاميرا وثقت من الطيور النادره الكاميرا وثقت تعادل بينهم. ايوه كيف تعادل حسمها صاحب لحج كيف هذا حسمها كيف حسمها كيف حسمها صح انه وصل للشارع لكن اخرج انا حسن باحري شان عماد اين الجن مراد فايز الله ما يفوز الحق وزهق الباطل ما يفوز الا ما هذا هل يفوز وقف التصوير ما يفوز الا هذا لان عدم سحب من البرنامج بكله يا خالد يا ها نعطيهم الفوز النظافي هنيا هنيا اسمع 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 هنيا لك بالفوز هنيا لك شفت شفت على روح رياضيه شفت على استحق التحيه. طبعا النتيجه كالتالي المركز الاول الشاعر نزار عبد الله صالح يا سلام مع اصحابك مش لك كلها ايوه 25000 ريال مبروك عليكم الجائزه حق التحيه وهي قليل في حقكم لكن القسط الطرفه والمزح والروعه ونضفي لل خلاص اتوج الفريق 15000 15000 نقدا ولكنهم كسبوا الموده والمحبه ويستاهلوا اكثر من هكذا اذا الف الف مبروك والف مبروك على روحكم الرياضيه العاليه. اعزائي المشاهدين تابعونا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى الفكرة الفنية ومعنا اليوم فنان لطالما عشنا معه وهو يعزف العود طوال خريف حوف اثنين إنه أشرف الباني. حياك الله أشرف. الله يحييك. اليوم سنستمتع معه بصوته الجميل وعزفه الرائع. طيب ماذا تقدم لنا؟ بسم الله. بين الأمل والياس عايش أنا يا ناس بين الأمل والياس عايش أنا زاد بالوسواس عايش مع التفكير عايش أنا عايش حتى للساعة خير زاد بالوسواس عايش مع التفكير عايش أنا عايش حتى للساعة خير الهم ناسيني
الهم يحويني يقصد على التفكير عايش أنا عايش حتى للساعة خير بعيش هالأيام واصبر على الآلام بعيش هالأيام واصبر على الآلام بقولي للأحلام بسك من التصوير عايش أنا عايش حتى للساعة خير عايش أنا عايش حتى للساعة. يا سلام سلمة يدك وصوتك السلام. يا سلام جميل كلمات وألحان. هذه الأغنية للفنان توفيق نهيان أحد فنانين محافظة المهرة. الفن المهري والتراث المهري أصيل. نعم. وطبعا أخي أشرف صوتك جميل. عندك تراث المهري ملم به صح؟ نعم. طب في تراث آخر يعني مثل إيش يعني بالضبط؟ إيش من تراث؟ يعني التراث الصنعاني مثلا. أكيد موجود التراث الصنعاني من أحد أضخم صنعاني. يا سلام يلا. الكل كذابين ما أنت يا ساتر باين عليك مسكين ما تكسر الخاطر. الكل كذابين ما أنت يا ساتر باين عليك مسكين ما تكسر الخاطر. وفيك قل الدين ما بش لها آخر وفيك قل الدين ما بش لها آخر لكن خلاص ده الحين خسرت يا شاطر لكن خلاص ده الحين خسرت يا شاطر. عشو عشو حياك يا أشرف حياك. يا سلام. يوه يا لطيف منك على خبثه فيك وراني حسرك وطلتك يا شيخ. يوه يا لطيف منك على خبثه فيك كم غرني حسنك وطلتك يا شيخ. يتكلموا عنك وقل لهم اشتيك يتكلموا عنك وقل لهم اشتيك ولا دريت انك كذا منك فيك ولا دريت انك كذا منك فيك. تركتك اتركني ما ناش ناقصها لا عاد تتعبني لا عاد تتكلم. تركتك اتركني ما ناش ناقصها لا عاد تتعبني لا عاد تتكلم. شفتك بتوقعني قلت الفراق ارحام شفتك بتوقعني قلت الفراق الحاب رحلك وريحني خليك بني آدم رحلك وريحني خليك بني آدم. الكل كذابين ما أنت يا ساتر باين عليك مسكين ما تكسر الخاطر. الكل كذابين ما خالد يا ساتر باين عليك مسكين ما تكسر الخاطر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلمت يا أشرف. الله يسلمك. شرفتنا في هذا الفقرة. شرف لنا والجمهور أنا متأكد أنه سعيد على رأسي جميعا ودقة العود. أحفظك الله. الله يحفظك ويبارك آمين فيك. يا رب. شكرا لك واخذنا من وقتك شويه أمه. ونتمنى لك مستقبل زاهر. امين امين يا رب. ها بس يكفي لها انا طلع
يكفي لها انا بقول لك طلع قال لك في شوف المنظر هنا كيف تعال تعال هات يدك هات يدك خارج أيوة. بس 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 طلع قال لي بس قال شوف المنظر كيف هنا تعال خالد اسمعوا اسمعوا خالد شوف 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 المشاهدين كفايه مقالب لها انا ويشتي يستقضي من المقلب الاول حقه لكن لهانا وبس استودعكم الله والسلام عليكم